هل هناك مدة محددة لخطبة الجمعة؟ أقول منوها، ورد في هذا الباب حديثان. الحديث الأول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، أي متوقفة على فقهه، إلا أن هذا الحديث معلول والله أعلم. الحديث الثاني: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلته قصدا مع توسطا، وهذا الأصل والله أعلم. معنى حديث: نزع إزاره فخر على الأرض وطمعت عيناه إلى السماء، هذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.